هنبدأ دلوقتي في ليسون 4 اللي بيتكلم عن relation between addition and subtraction. ايه العلاقة اللي بين addition و subtraction؟ relation يعني علاقة. notice and complete بيقول we had 4 balls، كان معانا 4 كور، and added another 3 to them، وزودنا عليهم 3 هيبقوا كام كلهم؟ 7 زي ما باين في الصورة. طيب we had 7 balls، كان معانا 7 كور، and we took away، وخدنا منهم 3، يبقى 7 minus 3 يفضل اللي جوه الست صغير اللي هو 4 balls. يبقى هنلاقي كده بيقول لي 4 plus 3 equals 7، يبقى بالتالي 7 minus 3 equals 4. يعني ايه؟ بيقول لي the opposite figure، الشكل اللي قدامنا ده show the two last cases in one figure، بيورينا الحالتين اللي فوق في شكل واحد. we notice that، بنلاحظ ان subtraction is inverse of addition. subtraction هو عكس الاديشن، يعني الحاجه اللي بنعملها اديشن هي عكس اللي بنعملها subtraction. اهو 4 plus 3 ادتنا 7، فلما شلنا من 7 3 رجعتنا لل 4 تاني زي ما كنا. فكده complete as in the example، بيقول لي مثلا 4 plus 3 equals 7، فلو ودينا 7 فوق تبقى 7 minus 3 وودينا ال 4 تحت equals 4. يبقى 6 plus 3 equals 9، هنودي 9 فوق، يبقى 9 minus 3 3 زي ما هي equal 6، نزلنا 6 تحت. بنبدل 8 minus 5 equal 3، يبقى بالعكس بقى لو قلنا 3 ونعكس الإشارة plus و5 زي ما هي equals 8، هتنزل تحت. complete 7 plus 1 equals 8، 3 plus 1 equals 4، 5 plus 1 equals 6، 10 plus 1 equals 1، 0. الله زال انه بيقول لي minus 1، يعني 1 minus 1 equals 0، 6 minus 1 equals 5، 4 minus 1 equals 3. طب تعالوا نعمل دول من تحت، 8 minus كام؟ ما نعرفش. طب خلينا فوق، 4 plus 5 equals 9، 1 plus 5 equals 6. يبقى هنا minus كام؟ 5، عشان نوصل لنفس النتائج، عشان يبقى 9 minus 5 4، و 6 minus 5 1، يبقى 7 minus 5 2، و 8 minus 5 ب 3. لو عملناها من فوق هتلاقي 3 plus 5 ب 8 هي هي. طيب 1 plus 4 ب 5، 0 plus 4 ب 4، كام plus 4 ب 7؟ كأننا بنقول 7 minus 4 بكام؟ 7 minus 4 ب 3، و 5 plus 4 ب 9، أو 9 minus 4 ب 5. نفس الكلام هنا، 6 plus 1 ب 7، أو 1 plus 6 ب 7، هي هي. طيب كام minus 1 ب 6؟ 7 minus 1 ب 6، أو 7 minus 6 ب 1. شفتوا إن الأربعة دول زي بعض، كلهم 1 و 6 و 7. 5 plus 4 ب 9، 4 plus 5 ب 9، يبقى نقدر نقول إن 9 minus 5 ب 4، أو 9 minus 4 ب 5، الاتنين صح.